أنا وحدي ليس في الأيام من يعرف ودي أرسل الدمع وأدري أنه ليس في مقدي أنا وحدي ليس في الأيام من يعرف ودي أرسل هي الحقيقة الفكرة بدأت يعني في عرض مع شادي اجتمعنا أنا وحاتم وإيناس اسمه غوتروفاي وكانوا في عدة تلاحين منهم أنا قدمت تلاحين كل واحد عنده شنو الأفكار نتاعو وشادي قام توزيعهم مكان يعني كما نعبروا عليه كومبو يعني ثم بيانو بيركسيون باس جيتار والتخت العربي وكانت تجربة ناجحة على الأخر عملناها في تونس وفي صفاقس انك تغير قرار
عندنا ومالك ننشط الزوز في نادي الفارابي الموسيقى العربية، وقدمنا برشا عروض مع النادي وكل، ومالك قدم ولحن برشا تلحين قدمهم مع حاتم فريخة عزف القانون، وزاد قدم مع الفارابي شوية منهم، وجاتوا فكرة التوزيع للأوركسترالي مع راسم وشادي، ومن وقتها بداوا لزيدي يجيوا على فكرة التوزيع اللي نجم نضيفوه للموسيقى الترابية اللي احنا أكثر مرجع عندنا معناها في نادي الفارابي، ونحبوا نحافظوا عليها ونغوفالوغيز. بالحق كان الحضور متميز والحمد لله الحفلة تعديت بالقدا. الحمد لله والحاجة أن العباد شيخوا على العرض اليوم، وحبيت نحكي هكا سريعا على العرض اللي هي فكرة مالك اللوز بالأول. رزمو عنده خدمناه في الكورونا اللي احنا وقتها قاعدين في الدار، معناها عنا الوقت الكافي، دونك البروجي هذي عنده أكثر من عامين يتخدم. كما قال مالك أنه معناها الميلودي هذي الشرقية البسيطة أكثر، معناها اللي تتسمع وسهلة، حاولنا نوصلوها بطريقة جديدة، بطريقة معناها كما نقولوا ما يقلقش الجمهور انه يسمعها. نعرفوا معناها تو الموسيقى ولات معناها اكثر موسيقى اللي تسمع نتاع الشباب وكل شيء، ان الموسيقى سريعة سهلة، اما احنا حاولنا اليوم ان نوصلوا للموسيقى هذه. وكما قلت انت العباد قعدوا لاخر الوقت وشيخوا على العرض والحمد لله نال اعجاب. هو أقل حاجة وأقل واجب أنه أنسوتيان ونقفوا مع الانتاجات الجديدة، سورتو أنه مالك اللوز عنده دو كاسكيت، معناتها هو بالأساس بنكاجي وأنا ارتيست نحترمه برشا ونحترم الأعمال متاعه. اليوم عمل بروجي جديد، جي أبخيسي الفكرة كيفاش نجمو نعملو اوفرتور للموسيقى العربية اتخافيغ لوركست سيمفونيك تونيزيان. اون بلوس لي ميلودي كانوا مزيانين، فما برشا ضخامة في الخدمة، اكتشاف بالنسبة لي انا المايسترو والتوزيع متاع شادي دمق يعطيهم الصحة راسم وشادي، وفريمون ان تخي تخي بون سبيكتاكل بون كونتينياسيون. حقيقة اي فما تجديد موسيقي حلو، وفما صوت جديد انا واحده من الناس اكتشفته المره هذيا، والمزيج ما بين الاوركستر سامفونيك وكل ما هو تري الحقيقه يسرح له. عرض هذيا خارق للعاده ورجعني لصغري، ولقيت انيفو ميوزيكال عالي جدا، وهذا ما نستغربش انا من عند مالك اللوز وإناس شتورو انه يكون عرض طروب وعرض من أعلى طراز، والفن هكا ولا بلاش. انت هتعرف امتى
مشروع كاملة خارجة من كيفاش نجمو نحبوا لي جون دوجوردي، يعني الشباب اليوم تسمعوا حاجة طربية قديمة محمد عثمان ولا عبد الحمولي ولا حتى عبد الوهاب وكل، يعني مش سهل له باش يتقبلها بالكيما هي تغنات قبل، يزم قراءة جديدة. أعطى المشروع هذا اللي هو حلو برشا وتجربة اللي مش توقف لهنا إن شاء الله. احنا هذه اول عرض وان شاء الله نزيدوا نطوروها ونعرضوها في عده مسارح تونسيه، وناويين زاد على البرا على خاطر عندنا كتابه حاضره، نجموا نشوفوا دي زوركستر البرا في المانيا في فرنسا كلهم يلوجوا على النمط هذا، وهكاك نكونوا سوقنا موسيقتنا وعرفنا بها.